نرحب اليوم ضيفنا الأستاذ محمد الغامدي رئيس جمعية المنتجين السعوديين. هلا حياك الله. الله يسلمك. طبعا احنا نبدا في التعريف بالجمعيه، جمعيه المنتجين السعوديين. طبعا الجمعيه عريقه، لكن كثير يمكن ما في من الغير مهتمين في الوسط ما يعرف الجمعيه. فاحنا لو جمعيه المنتجين السعوديين منظمه مجتمع مدني رخصت بموجب من وزاره الاعلام بموجب مرسوم ملكي تعدل في نظام الاعلام، وعلى هالاساس رخص للجمعيه. تقريبا يعني اليوم قدمنا الأوراق وبدت بالموافقات واجتمعنا اللجنة التأسيسية، أخذت المعاملات الورقية لين صدرت الموافقة تقريبا 7 سنوات تنقص يوم واحد، وصدرت الموافقة أيام معالي الوزير إياد مدني، واللي ساعدنا فيها يعني ودعم الموضوع عند معالي الوزير كان الله يرحمه الأستاذ محمد قزاز، هو اللي جاب الموافقة بيده من مكتب معالي الوزير. وهذه بعديها بدأنا بالمجلس الإدارة وشكلنا أول جمعية واشتغلنا والحمد لله والأمور. عام كم الله يسلمك؟ والله مش بتذكر عام كم بالضبط، يعني خلى لو قلت لي كان جهزت لك السنوات. طيب لها تقريبا 11 سنة تقريبا. طيب كأبرز مثلا الأدوار؟ والله شوف خلنا أقول لك، الأدوار هي دائما بين مد وجزر، مرات الأدوار تعطى كويسة ونشتغل فيها كويس، ومرات حس تعتمد على مزاجية وكلاء الوزارات اللي كانوا يجوا، لأنه في كان ناس مش مهتم لموضوع منظمات المجتمع المدني ويعتقد أنها صلاحية له حتأخذ منه، أو أنها في يوم من الأيام حتصير الجمعية بدل الوزارة، وهذا شيء يستحيل، لأنه الجمعية منظمة مجتمع مدني لخدمة منظومة لخدمة المنتجين على أرض الواقع، وأنت مشرع أو الوزارات مشرعة ومنظمة. لكن في ناس ما كان يفهم الكلام، تعرف يعني دائما في ناس بتحاول تأخر التطور، الآن التطور صار يمشي بدونهم، صار اللي يتأخر اللي يحاول يعيق التطور هو اللي يضيع والتطور يسبقه. فكانت فترة من الفترات لابد يعني مد وجزر، مرة نشتغل كويس إذا إجا وكيل وزارة اهتم فينا واهتمينا فيه وتعاملنا كويس سهلت الأمور وبدينا نسهل، وبيجي واحد يعقد وبيجي واحد مات. لكن بشكل عام كانت الأمور ماشية وسالكة. يمكن هل يمكن مثلا نعتبرها مثلا كبديل للنقابة؟ هي نقابة، هي نظام نقابي، النظام اللي معمولة فيه الجمعية هي نظام نقابي نفس، وعلى الأساس سوينا اتفاقات وبروتوكولات مع النقابات العربية معظمها، مع الأردن سوينا، مع مصر سوينا، مع يعني مع معظم الدول العربية، مع المغرب، مع سوريا. طيب كم عدد المنضوين تحتها كشركات إنتاج تقريبا؟ عندنا شركات الإنتاج حوالي 470 شركة. 470 شركة. طبعا في ناس مش منضوين. لا أنا أتكلم عن مثلا اللي انضموا للجمعية 470. طيب الآن باعتقادك، أو خلنا نقول هالسؤال هذا اللي ممكن يبرز عند أي أحد ثاني، الآن 470 عدد أعتبره أنا عدد لا بأس به، لكن هل يتوازي هذا العدد مع الإنتاج اللي قاعد يصير الآن؟ والله شوف إحنا في شغلة أغفلت عن المنتجين السعوديين بشكل عام، المنتجين السعوديين تاريخهم السابق يجعل منهم قوة عظيمة. المنتجين السعوديين في يوم من الأيام كانوا ينتجوا في مصر وينتجوا في سوريا وينتجوا في الأردن، كل الإنتاج المصري والأردني والسوري كان لحساب السعودي أو لحساب منتجين سعوديين، هذا بفترة السبعينات والثمانينات كان فقط الجهة الوحيدة المنتجة غير اللي تنتج لحسابها هي وزارة الإعلام المصرية، في عندهم قطاع اسمه قطاع الإنتاج، كان قطاع الإنتاج ينتج لحساب التلفزيون المصري ويبيعه ضمن اتفاقيات وزراء الإعلام العرب، وكان يباع لكل الوطن العربي سواء عرض أو ما عرض. إنما الإنتاج اللي كان في السوق المصري كان 90% أو إلى 99% منه إنتاج سعودي، وإن لم يوافق عليه التلفزيون السعودي ما كان ينتج في مصر. فكان التلفزيون السعودي تلفزيون عملاق ينتج في العالم العربي كله، له ما ينتج في العالم العربي لحساب التلفزيون السعودي. طبعا اترك المغرب العربي ما كان في الموضوع هذا، العراق بفترة قبل التسعين كان أي إنتاج يجب أن يباع للتلفزيون السعودي أول، وإذا ما وافق عليه التلفزيون السعودي أو رقابة التلفزيون السعودي ما كان يمشي. التلفزيون السعودي في ماضي كان عملاق وتقزم بعد التسعينات. وش الأسباب؟
خلي اسباب اشوف انه يتقزم دوره في وجود ظل تنامي. لا هو التقزم اكثر اداري وبيروقراطي اكثر مما هو نظامي. التلفزيون السعودي في قبل التسعينات وفي السبعينات كان اذا انت اوجدت في اي مسلسل اي فنان سعودي يضيف لك السعر وانت اجنبي، يرفع السعر لك لان وانت اجنبي. إيه المنتج والموزع يعني كان في وقت من الاوقات كانت مثلا الافلام المصريه والمسلسلات المصريه تجيب ممثل سعودي ولما يعرض علينا هنا يكون الممثل السعودي موجود في النسخه السعوديه، برا مشوله حتى. شوف هذا حصلت، هذه حصلت ما ننكر انها حصلت في اشياء معينه، لكن حقيقه بشكل عام لا، لانه اذا كان السيناريو معمول صح فما بيشيل واحد، ما بيشيل فنان، انما اذا فنان في مشهد لحاله هذا ان شاء الله، لكن اذا خط الانتاج للسعودي واضح ما يقدر حد يشيله، يتخربط العمل كله يتغير. هذا يعني يمكن اذا حصل في مسلسل ولا في مسلسلين. لا كان في مسلسل، شوف انا عايش، لو حاب اذكرهم عايش الفتره هذه، عايش الفتره هذه بدون يعني اذا حصلت في مسلسل او في اثنين او في ثلاثه لا يعني انها حصلت في كل المسلسلات. التلفزيون السعودي دعم الفنان السعودي بفتره السبعينات وبقوه. انا اتحدث عن فتره نهايه الثمانينات والتسعينات. التسعينات توقف البرنامج هذا، النظام هذا توقف. خلينا نقول نهايه الثمانينات. لا الثمانينات، نهايه الثمانينات برز عندنا من الافلام الممثلين اللي هناك الله يشفيه خالد سامي، اي والله يرحمه بكر الشدي وخالد الحربي، انا اعتبرهم هم نتاج الاعمال. لا بكر الشدي ربيع. بكر الشدي لا، لا مثل في مثل في مسلسلات، اي مسلسل حيعرض بعد كم يوم. لكن انا اتكلم عن كم هذا، حيعرض بعد كم يوم في رمضان سحور على مائده اشعب بطوله بكر الشدي. اي انا اعرف، لكن اقصد انه هذول كلهم هم اللي برزوا من. لا هو شوف بكر الشدي فنان بغض النظر، وخالد سامي فنان. خالد سامي ما انشهر في السعودية بقدر ما انشهر برا، لأن نتيجة شكله وطريقه وتعامله، يعني كان عايش كأنه عايش في سوريا وسوري وتعامل مع السوريين، كانت طريقة حياته يعني كويسة بالنسبة لهم، بالنسبة لهم فكان فنان. أما اللي ينشال وما ينشال، يعني موضوع ينشال أسهل من أنه إنتاجيا، يعني أي منتج أي منتير بيعرف أنه هذا انضاف وهذا انشال وهذا حينضاف وهذا حينشال، لأنه يبان المشهد. خط الإنتاج في المسلسل يخلي الفنان ثابت أو مش ثابت. الآن لاحظ أنه لو توفى مسلسل خلال من ضمن الخطوط الأساسية وخلال تصوير المسلسل في يعني وصلوا وخلصوا الحلقة 20 وباقي 10 حلقات يضطروا يعيدوا المسلسل من أول لأنهم يشيلوا واحد. انشال في بعض المسلسلات ما أقول لك لا، أضيف في بعض المسلسلات ما أقول لك لا، لكن خلنا نحسبها أنا وياك بالعقل المنطقي. كان الفرق إذا ممثل واحد يضاف 2000 ريال وإذا ممثلين يضاف 4000 ريال. نفترض أنهم ضافوا ممثلين، معقول الممثلين ما أخذوا فلوس؟ لا أكيد أخذوا فلوس. لحظة خلنا نوصل، لا لحظة خليني أوصل، لحظة معلش أتكلم أنا وياك أوصل للمنطق. أنا عايش الفترة وبتكلم، مش بدافع عن الفترة، بدافع عن المنطق. 4000 ريال لا تعني اني اعدل في مسلسل مشان اعدله اذا ما كان ضمن اساس المسلسل. هي حصلت، انا ما اقول ليش ما حصلت، بس هي اللي سواها خسر اكثر مما ربح، خسر اكثر مما ربح تجاريا. فانا لما يكون الخط الانتاج ثابت عندي ما عندي مشكله فيه، ما اقدر اشيل واحد واحط واحد كل نص دقيقه ما يصلح، ما اقدر امنتج منتجين، منتج لك ومنتج لبرا. هذه في فترة التسعينات حصل الكلام هذا وصار في منتاجين، منتاج بموسيقى ومنتاج بغير موسيقى، عشان القنوات الإسلامية وموجتها اللي بدأت بعد التسعينات. هذا موضوع ثاني، فسهل هذا لأنه صوت وصوت لوحده، إنما بالنفس السياق الدرامي بتخربط كثير في العمل. طيب هو هذا نرجع نفس السؤال، إنه عدم يعني رداء الكم الموجود الآن من شركات الإنتاج قاعد يوازيه قله من المزبوط. وخلنا نقول يعني طالما انه رمضان الان على الابواب يعني ها انت ما خليتني اكمل النقطه الاساسيه. النقطه الاساسيه اللي هي كيف كانوا المنتجين ينتجوا في مصر وينتجوا في سوريا وينتجوا في الاردن بعد التسعينات وينتجوا في السعوديه. حتى الانتاج السعودي عطاش مطاش في اول المراحل الثمان مراحل الاولى كانت تصور كلها في الاردن، والمشاهد الداخليه فقط تصور في السعوديه، اما الخارجي كله في الاردن. اذا كانت عوائق الانتاج في الشارع السعودي كبيره جدا فخلتهم يروحوا برا. اجينا الان بفتره التسهيلات اللي هي بفتره بين 2010 الى 2020 اللي احنا فيها، صار التلفزيون السعودي يبحث عن الاجانب. من ضمنها الان تلفزيونك السعودي مش معمد الا اجانب،
كمنتج أجنبي ولا كمنتج أجنبي فقط؟ كمنتج أنا بتكلم كإنتاج، والشركات الأجنبية صارت تعطي المنتج السعودي منتج منفذ. يعني في كنا زمان في مصر وفي سوريا وفي الأردن يشتغلوا عندنا منتج منفذ، الآن صرنا في بلدنا نشتغل عند الأجانب منتج منفذ، وهذا اللي عم يصير الآن، وهذا اللي اليوم صاير، اليوم مش الآن، اليوم صاير في الشارع السعودي المنتج السعودي استبعد، وصار في شركات لبنانية هي اللي تنتج ومعمدة وبالاسم موجودة. طيب ما ممكن نقول أنه سبب التلفزيون السعودي، خلنا مثلا نتبنى فكرة الرأي الآخر ونقول أنه مثلا التلفزيون السعودي ما وجد المنتج المحترف، يعني أنا اللي قاعد أشوفه مثلا، خلنا نقول وين المنتج المحترف؟ يعني خلنا نتكلم عن المنتج المحترف، نتكلم عن مثلا شركة أنت ترأسها من أكبر الشركات وأنتجت أعمال آر مثلا، كنت زمان فيها. أنا أقول لك إنه ترأست فترة فترة كانت في إنتاج. آر التوزيع، أنا كنت مسؤول عن آر التوزيع مش آر الدولية. إيه صحيح. كانت إنتاج. ولا يهمك. لكن نتكلم عن إنه كان في إنتاج. لأنه وكانت أفضل شيء. قبل أيام عرض عمل عودة عصوير من إنتاجها. أنا كنت مشرف عليه. ممتاز. العمل هذا الآن حتى لما بعد ما عرض أثبت، يعني وأنا أذكر إنه كثير يعني نتناقش وصلنا آراء. ذكرنا هذه الآراء إنه أثبتنا إنه إحنا مش عاجزين إنه إحنا نقدم. لا مين اللي قال لك إنه عاجزين؟ طيب وين الآن الإنتاج؟ لحظة، كانت كان المنتج، لحظة، المنتج أولا كان ينتج مشان يبيع، ولا يزال أي منتج ينتج للبيع. إذا التلفزيون السعودي هو الأساس اللي عنده أفضل سعر كان عندك، ما بطل يدفع لك أو ما عاد يعطيك شيء، وصار يجيب شخص ثاني يعطيك، ليش ما تقول إنه المشكلة الآن فيها؟ وهذا المشكلة في المنتجين؟ ممكن، لأنه كل فنان. طيب كل فنان، أنت استبعدت المنتجين القدامى وادعيت أنهم ما يعرفوا إنتاج رغم أن إنتاجهم، يعني أنا قناة ذكريات لحظة أنا أتبنى فكرة أخرى، يعني الآن إنتاج تتكلم أنه مثلا أي عمل الآن أصبح الممثل يمثل أنه ثاني يوم نشوف له شركة إنتاج، ولما يجي يبغى يقدم عمل أنا أقدمه بشلتي. شوف خلنا أقول لك المنتج المنتج والممثل المنتج والمنتج الممثل، هذا قول ثاني، موضوع ثاني نتكلم فيه، لأنه هذا يبغى له موضوع طويل جدا. هل المنتج ممثل أو منتج؟ هذا موضوع ثاني. يعني أكثر من منتجين أصلا ممثلين يقول لك أنا جيب لي عمل أمثل فيه، مش عايز أصير منتج. لا يعني خلنا نقول صير أنا البطل حق. لا هذا ما هو لما يصير أنا البطل صارت مشكلة ثانية، صارت مشكلة ثانية لما يصير أنا البطل. يعني أنا جيت أذكرك في التاريخ لما بديت في الإنتاج الفني، أنا تعلمت شيء، درس تعلمته من سلام العبد الله، الله يرحمه. سلام العبد الله من أكبر الفنانين السعوديين، أول مؤسسات في السعودية أنشأت كانت بيد سلام العبد الله اللي هي مؤسسة هتاف، وكنا إحنا ذيك الأيام من أسس شركة اسمها صوت الجزيرة اللي تغيرت لفنون الجزيرة، أنا كنت موظف فيها. فجيت زرت شركة سلام العبد الله هتاف في العليا، شفت سلام العبد الله هو النجم والباقيين بالنسبة له كمطربين كومبارس صغار شعبيين، وأكبر واحد فيهم في الشعبيين. كان ذيك الأيام ما في اللي هو يقدر يأخذ محمد عبده، يقدر يأخذ طلال مداح، يقدر يأخذ كل الفنانين الكبار في السعودية، يقدر يأخذهم يوقعوا عنده، لكنه كان يجيب اللي أصغر منه. فتعلمت درس إنه الفنان لما يصير صاحب مؤسسة حيجيب اللي أصغر منه يمثلوا عنده، إذا حيكون هو المسطرة والمقياس له، إذا حيظل يصغر العمل يصير هو المقياس الرئيسي والباقي أصغر منه، هذا أضعاف للعمل. أنا أقول لك إنه الممثل إذا صار منتج حيضعف العمل، لكن 90% من الممثلين لجأوا لأنهم يصيروا منتجين لأنه ما لقى شغل يشتغل فيه، فسوى مؤسسة مشان يدور له شغلة إنتاج وثائقي هنا، إنتاج هنا، إعلان، يبي يعيش. في النهاية صارت مهنة، فإذا أنا بصناعتي ومهنتي مش هعيش، كيف هعيش؟ لكن لو لقى شغل، لو كل سنة يشتغل في عمل ولا في عملين، ما أعتقد أنه هيبعد مؤسسات، لأنه عنده دخل يكفيه ويريحه. إحنا بدينا نأخذ دخله ما نعطيه، التلفزيون لا يتبناه، وزارة الثقافة اللي كانت ضمن وزارة الإعلام، وزارة الثقافة والإعلام كانت ما عاد تتبنى أي واحد سعودي، صار يبحثوا عن شيء ثاني. لما صارت هيئة الإذاعة والتلفزيون توسمنا خير إنه إذا إنه هتصير هيئة وحتدعم الناس، لقينا اللي استلموها في ذيك الفترة يبحثوا عن أشياء شخصية، عداءات شخصية مع أشخاص وش اسمه، إلا نستثني منهم ناس طبعا، ليس الكل مثل ما، لكن في الفترات الأخيرة واحد يقول لك احنا شو نبي في شغل السعوديين وخربطتهم، جيبوا لبنانيين يشتغلوا بالحرف الواحد، رغم انه اللبنانيين ما نجحوا اعلاميا، نجحوا في تقليد الاعلام الغربي وسرقه الافكار الغربيه. لما نجحوا في الاعلانات كانت الاعلانات التجاريه كلها مسروقه من شرق، من دول الاتحاد السوفيتي. الان مع الثوره الفضائيه اختفوا،
بس لا يزالوا مسيطرين على الوكالات الأجنبية، فمشان كذا سيطروا على الشاشات العربية. رجعوا اشتغلوا لعبة ثانية أوسخ فينا، واللي هي الإعلان والإعلام. جاك المندوب الإعلاني أو الإعلان، شركات الإعلان صارت تسيطر على التلفزيونات، إنه نبي الفنان الفلاني مشان الإعلان الفلاني يجيب. فربطوا الإعلام في الإعلام، فسيطروا، صارت مافيات. صار مش حيطلع عندك كل شيء جديد، ولا حيشتغل فنان جديد، ولا حيشتغل نجم جديد، لأنه الإعلان مش عايزه، عايز القديم اللي يبيع. عادل إمام وصل سعره 40-50 مليون جنيه بدون سبب. ليش؟ لأنه الإعلان التجاري يبيع عادل إمام في رمضان. رفعوا الأسعار للأشياء هذه مشان الإعلان التجاري في يوم من الأيام يغطيهم. قتلوا الفنان الجديد، قتلوا المنتج الجديد، قتلوا كل حاجة بطريقة الصلبطة، باحتلال الإعلان للإعلام. وإحنا مشينا في فلكهم. جينا مشكلة ثانية أخطر، الإعلام التجاري والإعلام الحكومي الرسمي. الإعلام التجاري مفروض أنه يبحث عن الربح، والإعلام الحكومي لا يبحث عن الربح. صار الإعلان التجاري يطلع لي 40 إعلان في الدقيقة في الساعة، ومفروض في العالم كله يكون في بروتوكول وتنسيق إعلاني. صار الحكومة تبي تلحقهم تنافسهم في الإعلان التجاري. في يوم من الأيام التلفزيون السعودي قبل 90 كان يجيب 500 مليون ريال إعلانات سنويا، الآن ما يجيب 10 مليون دولار أو ما وصل 10 مليون دولار. ليش؟ لأنه صار نسي حاله وصار يلاحق الإعلان التجاري. لازم يكون في بروتوكول إعلامي عربي. المشكلة الخربطة الإعلامية خربطة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى التنظيم الإعلامي العربي. أعاقوا تنظيم البروتوكولات العربية، أعاقوا تنظيم المفروض الإعلان الإعلام أو الشركات التجارية والقنوات الفضائية التجارية لها خطوط تمشي فيها، ما تتجاوزها، ما تخربط، لأنه في تقاليد وفي عادات. والإعلام الرسمي الحكومي مسؤول عن بناء مجتمع، عن أطفال، عن عائلة، عن يعني أشياء كثيرة تؤثر في كثير شغلات في الإعلام لا تزال. تقصد إنه كميثاق شرف؟ ميثاق شرف إعلامي عربي موجود في جامعة الدول العربية من 2007، واللي أعده واللي كان أشرف عليه من السعودية معالي الدكتور عبدالله الجاسر، وتركوه بطل يتنفذ، مع أنه من 2007 موجود، عندي نسخة منه موجودة. طيب ال 470 مؤسسة وجمعية كمضوين، يعني هل مثلا خلينا نقول ما شكلت صوت، ما شكلت، يعني هل معقول انه ما شكلت قوة ضبط؟ في مشكلة او ثانية. خلينا نقول ما هنقول قوة ضبط عشان ما ندخل، خلينا نقول مثلا انه عرضت القضية. لحظة، ما هي احنا اعطيني من يوم ما صارت هيئة الإذاعة والتلفزيون كم رئيس مر عليها؟ الأربعة أكثر؟ نعم تقريبا. لا أسمي لك ياهم؟ ما يحتاج. لا أكثر للآن، أكثر من 7. وكم سنة لها؟ ما كملت 8 سنوات. تعتقد انه المشكله في الهيئه مش فيك؟ لا المشكله في الهيئات، لانه تغيير المدراء بدون موجود سياسه محدده طولت. يعني ما تخلي اي واحد يقدر ينتج، اي رئيس يجي بغض النظر اختلف انا وياه او اصطلح انا وياه، هذا موضوع ثاني. ممكن يجي واحد سيء واختلف انا وياه، لكن في النهايه بيسوي خطه وبيسوي نظام. انما ما واحد قادر يسوي خطه ولا نظام. طيب ممكن اسال، حتى لو ضدنا النظام بس. طيب. على الاقل يصير في شيء قام ونتكلم عليه. طيب خليني اسالك سؤال من شقين. اقول الشق الاول، هذا الشيء ما تعتقد انه خلينا نقول مثلا يضعف ثقه المنتج في الجمعيه؟ وفي الشق الثاني، وهذا جدا انا اتمنى انه اركز عليه، معلش يعني احنا ابناء وسط واحد ونعرف انه في فجوه ما بين الجمعية وبين الفنان، بالذات الفنان. شوف الفنان أنا هالسؤالين هذول. لحظة، ممتاز. الفنان كعضو مش عضو في الجمعية، عضو فردي، والعضو الفردي يختلف عن العضو المؤسسة. لكن الفنانين كلهم منضمين لجمعية الثقافة والفنون. جمعية الثقافة والفنون كلها بتضم الفنان. إحنا منتجين، المنتجين الفنانين المفروض يشتغلوا عندنا. إحنا في تنسيق كبير بيننا وبين جمعية الثقافة والفنون كان سابقا، الآن مع الإدارات الجديدة لسه ما اجتمعنا معهم، لكن لا يزال التنسيق ماشي والبروتوكولات ماشي بيننا وبينهم في شغلنا. فهم اللي بيهيئوا الفنانين وإحنا نستقبلهم. أنا بعطيك مثال، أنت في تقريبا 2010 تقريبا، إنما خانتني الذاكرة، إنه طلبت مثلا إنه الفنان يوثق عقده مع شركة الإنتاج عندك. أيوة، هذا اللي حصل الآن. مختلف. اللي حصل الآن إنه أنا قاعد أشوف إنه في مشاكل، وحتى بس ما نبغى نسمي، وأعمال رمضانية قادمة. أيوة. إنه في مشاكل أنت ما بين المنتج والفنان. مزبوط. وكلها مشاكل عقود.
شوف دائما مشاكل العقود تتواجد في كل وين شغل. دوركم وين؟ لا لحظة اللي بيجينا قاعدين نحلوا لحظة. وين أنتم أصلاً بين الأساس أنتم كجمعية ليش ما وحدتوا العقد؟ لحظة. أول شيء ما في شيء اسمه عقد موحد. لا ما هو فيها. لا 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 لا, 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 لا العقد الموحد في بنود معينة البنود الجزائر والبنود الغرامية. أما الأسعار وما الأسعار ما لنا علاقة فيها. لا ما نتكلم عن الأسعار. السعر يختلف. لكن العقد شريعة المتعاقدين الشروط اللي نتفق عليها نتكلم فيها. إحنا عندنا نصادق على العقود. الآن اللي يجي يجيب لنا عقد نصادق عليه. وصار خلافات مع منتجين وصار خلافات على فلوس وحليناها وحلينا كثير مشاكل. واليوم مع الأزمة هذه أزمة كورونا في عندنا كذا مشكلة حليناها للآن كذا مشكلة فنانين. تسربت لي إنه في مشاكل. تسربت لي بهذا. لا في أحد الأعمال الآن فنانات موجودات فندق ولا استلموا وللأسف المنتج برا المملكة. ما نبغى نسمي لكن ننتقل. لا بدون ما تسمي خارج المملكة أنا ما جاش. يعني مش يعني انت كيف انه انت اعطيني واحد يقدر يجي الان من برا المملكه اعطيني شو اسمه وكيلته هنا صار لي في العمل. لا لا مش وكيلته اخته اخته مش وكيلته أخته. وهذه اللي انحلت المشكله اساسا. ايش المشكله اللي عندهم؟ ما عندهم مشكله. العمل توقف تصويره وما كمل. طيب الممثلات والممثلين كانوا في الممثلات والممثلين الشركه نفسها مأمن سكنهم ومأمن اكلهم وشربهم بفندق واحد وتاكدنا منه ونقلنا آخر فنانة كانت في فندق ونقلناها عندهم في الفندق. اشتكوا من الباكت ماني من شوف خلنا نقول أي باكت ماني حسب ما هو موجود. لحظة حسب ما هو الباكت ماني وقت التصوير مزبوط ولا لا؟ صحيح. أنا عارف شكواك تقصد مين. الباكت ماني وقت التصوير. الآن ما في تصوير ولك شهرين واقف وقاعد تاكل وتشرب في فندق على حساب المنتج. يعني لازم نذبح المنتج مشان ترضى؟ لا لا أنا ما أقصد. معلش أنا خلنا نتكلم. معلش أنا بتكلم بوضوح في الموضوع هذا. أنا ما بدافع عن المنتج ولا يهمني موضوع المنتج بقدر ما يهمني الشيء الصح. الآن المنتج قال أنا مسؤول عنهم بسكنهم وبأكلهم وشربهم إلى أن يسافروا. أنا بوصل لك إنه أو نكمل العمل بعد الأزمة. أنا بوصل لك العمل حيعرض لكن أنا بوصل لك لسه ما تكمل. لا 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 ما حيعرض. شو اسمه بروموشن قاعد يشتغل على لا 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 ما خلص العمل. اقول لك العمل ما خلص. هم متاملين يصوروا هاليومين متاملين يكملوا تصوير هاليومين. لا لا ما خلص لحد الان. طيب. ما خلص. وقال الرجل انه حتى بعد العمل الى ان تفتح الحدود انا مسؤول عنهم. طيب. ومش هو لوحده ترى. هو وفي مؤسسه ثانيه وفي مؤسسه ثالثه عندهم نفس المشاكل انه عندهم 40 شخص داخل الرياض او داخل شو اسمه مش قادرين يتصرفوا معهم ولا قادرين يسفرهم ومش سعوديين. طيب. يعني تسفيرهم صعب جدا. طيب موضوع الفجوة اللي قلت لك او انه مثلا عدم قدرتكم على ايجاد حلول للشركات الانتاج يعني اكثر من هيك حل ايش تبي عدم قدرتكم؟ لا لا نتكلم عن شركات انتم كجمعية منتجين لما تطرقنا الى موضوع استقبال التلفزيون لهم وبحثه عن لحظة احنا مش ملزمين نجيب عمل لحظة بحثوا عن مثلا منتج اجنبي وين الصوت السعودي؟ لحظة لحظة احنا اجتمعنا مع الرؤساء وقدمنا دراسات وقدمنا وللآن اليوم مسوين دراسة حنقدمها لمعالي الوزير الجديد على أساس نسلمه إياها عن تطور الدراما السعودية وكيف نبيها تتطور. لكن أنا بدي أرجع لك لموضوع الآن قناة ذكريات. أنا بدي أوصل لنقطة في النهاية في كلامي عن قناة ذكريات. الآن وصلنا لقناة ذكريات عليها مشاهدة عالية جدا جدا. ليه؟ مع انها اعمال سعوديه قديمه من اللي اجوا بعض الرؤساء وقالوا عنها سيئه. ما هو هذا اللي انا قاعد اقول لك اياه. يعني الانتاج القديم كان ممتاز. طيب ليش بغض النظر ليش تردد ما تردد يعني يا اخي ما تردد الانتاج عليك. انت استبعدت انت كنت منتج ومنعتك منعتك تدخل التلفزيون. ابو مشعل انا اتكلم عن اعمال عرضه العام وقبل العام يا اخي اتركنا ما انت جبت منتجين ثانيين. لحظه لا خلينا نوصل. يعني بنتكلم عن المكشوف كل رئيس استحدث كل واحد جاء وصل لمنصب ولا وصل لتحت منصب استحدث له كم شركه وجابهم خلاهم ينتجوا واي شو اسمه تحملني مسؤوليته. لا انا ما احملك مسؤوليته. لا مش انت انا ما بتكلمش عنك انت. انا بتكلم عن المجتمع. انا بتكلم على منتجين سعوديين انتجوا واثروا العالم العربي وانت استبعدتهم وصرت جبت بزران وتيجي تحملني غلطه بزران. لا ما تحملني. إذا أنت تنقل القضية لهيئة الإذاعة. لا لا ما أنا قلت لك الباحث الأول أنت جبت يعني في يوم من الأيام واحد في هيئة الإذاعة والتلفزيون لم يصل إلى درجة الرئيس عمد واحد من مسلسلين والمسلسلين فشلوا
ومبالغ خيالية. شنو قاعد نتكلم أكثر من كذا؟ وعليهم قضايا لليوم ما انتهت. لليوم شوف قديش لها. طيب خلينا نقول الآن الخطوة القادمة للجمعية الآن مثلا خاصة مع بروه مع فتح السينما والحلم اللي يراود أي مواطن سعودي وهو في قضية العمل الفني المتميز الآن. وهذه كمان فيها قصة أحلى. تفضل. المنتجين السينمائيين في العالم العربي أكثرهم كان مين؟ يعني من هنا واصلا هو شوف من هنا صحيح قلت من هنا من هنا بس انا اقصد انا اتكلم خلنا اكمل شوف يا ابو عبد السعود السعودي اعطيك شغله لا معلش انت قاعد تتكلم وترمي لي نص موضوع ربع موضوع بدك انا اجاوب على النص اللي تتبيه لا اساسا المنتجين السعوديين اللي انتجوا السينما واثروا السينما العربيه في سنوات في الثمانينات وما قبل الثمانينات استبعدوا الان وجابوا ناس ثانيين ما لهم علاقه في الموضوع. تعلم انه السينما المقاولات في مصر سينما المقاولات في مصر برجعك لموضوع الإعلان والإعلام والأشياء سينما المقاولات في مصر مين اللي خرب الإنتاج المصري في السينما في الثمانينات في من القرن الماضي اللي خربها اللبنانيين خربوها في إيش إنهم جابوا الإعلان التجاري واشتغلوا مع المنتج السعودي المنتجين السعودي إنه أنتج الفيلم السينمائي على إنه فيلم سينمائي هو مو سينمائي $15,000 إلى $20,000 وإحنا نشتري منك في إعلانات $30,000 و انت بيعه في السعودية فيديو فاخترقوا الفيلم السينمائي المصري بالفيديو في السعودية لانه كان اكبر مبيعات فيديو في السعودية واكبر سوق موجود كان في السعودية وباعوا الفيديو. اجت وزارة الاعلام في يوم من الايام على ايام كان مدير عام لسه ما صار وكيل وزارة اللي هو مسفر المسفر سعى وسوى نظام منع الاعلان الفيديو بالفيلم ووقفت كل سينما المقاولات في مصر ورجعت للسينما الحقيقية. يعني الإعلان هو اللي قتل في يوم من الأيام السينما المصرية وهو اللي الآن بيدمر التلفزيونات العربية. سيطرة الإعلان على الإعلام وإحنا لا نزال نركض وراءه وندور من يجيب إعلان أكثر. الرعاية غير والإعلام غير والإعلان التجاري. فإحنا الإعلان التجاري قتل كل إنتاجنا وحوله لرمضان وخلى كل الشركات العربية تنتج لشهر رمضان رغم أنه السنة 12 شهر وليست شهر واحد. لاحظ كل الناس تتسابق على رمضان وتنسى السنة الثانية. اخترقنا من التركي ومن الكوري ومن البرازيلي لأنه 11 شهر فالتة ما فيها حد يا حتعيد يا تأخذ هذا. إذن احنا نحتاج تنظيم إعلامي بروتوكول إعلامي أهم لتنظيم إعلامنا العربي كله وهذا تبدأ بيد وزراء الإعلام العرب يفعلوا البروتوكول المعمول في الجامعة العربية بعدين تبدأ الأمور حتلاقي قنوات تتساقط وحتلاقي مؤسسات تتساقط. لكن الأنظمة القنوات الرسمية اللي تسعى لمصلحة بلدها مش حتتساقط. يعني نجي لقنوات أجنبية في أوروبا القنوات الرسمية ما بتحط إعلانات تجارية. الإعلان التجاري عند القنوات التجارية ومحدد لها 6 دقائق في الساعة. أنت تعال أوريك قناة تعطيك 30 دقيقة في الساعة. نصها إعلانات. يعني يجيب لك مسلسل عليه شوية إعلانات أو إعلانات عليها شوية مسلسل. طيب هل نرجع نقول انه هل رفعت الاسعار ترى على فكره خطوره ثانيه ان انت اعطيت انت ضخمت الاسعار بطريقه صار منين نجيب حتى القناه اللي بدها تنتج منين تجيب ولا المنتج منين يشتغل. اول كان يروح المنتج السعودي ينتج الساعه ما كانت تكلفه اكثر من $13,000 ويبيعه يربح له فيها $5,000 اخر السنه ولا يطلع له $4,000 اذا ربحان ممتاز 100%. الان صارت الساعه تكلفني $200,000 هذه بالحد الأدنى ومنين أبيعها. فإذا ما ضمنت التلفزيون الفلاني والتلفزيون السلاني عندهم إعلانات جابوها مش حقدر أشتغل. طيب أنت كقريب من المشهد الآن هل ترى أنه مثلا فيه رغبة من المنتج أو إقبال من المنتج السعودي على السينما وإنتاج عمل سعودي خلينا نقول مثلا يوازي مثلا ما قدم عبد الله المحيسن وخلافه؟ شوف عبد الله المحيسن أنتج سينما والبلجوم أنتج سينما والجمجوم أنتج سينما وآراء أنتجت سينما. أنا أقول منتج الآن هل إنه في عمل نحلم موجودين كل سينما الآن؟ شوف خلنا أقول لك النصوص موجودة لكن لا تزال لسه السينما يعني المشكلة إنه لجنة السينما أو اللي شكلوها للسينما قاعدة تتعامل مع ناس هوا والهاوي بيظل هاوي مش محترفين. الشركات المحترفة تختلف وكل الأنظمة أنظمة هوايات اللي عم بتصير. نتطرق إلى موضوع ما ممكن أن احنا نمر عليه اللي هو طالما نتطرقنا إلى السينما والتغيرات الحاصلة وسائل التواصل الاجتماعي الآن هل تعتقد أنها أثرت على المشاهد
ونسبة إقباله على العمل الفني بحيث أنه المنتج نفسه أصبح الآن غير متشجع لإنتاج أعمال فنية؟ وسائل التواصل الاجتماعي طبعا نظام جديد وجميل وجيدة مش سيئة، لكن مشكلتها تختلف عن التلفزيون، تختلف عن الإعلام، الإعلام العادي إعلام جماعي ونفسه طويل، يعني ممكن يشتغل واحد ساعتين ثلاثة أربعة. السوشيال ميديا ون مان شو وقصير المدى، يعني ما يقدر يصمد. فصار في خطأ ثاني كمان، أنه جت القنوات فكرت أنه جماعة السوشيال ميديا اللي عنده مليون ومليونين على السوشيال ميديا أجيبه للتلفزيون بجمع إعلانات عليه وبجيبه. خربطوا حالهم، جابوا ناس من السوشيال ميديا فشلوا هنا وفشلوا هنا. فأنت قاعد تفشل الناس بطريقة، كل واحد له طريقته. بطل السوشيال ميديا بطل السوشيال ميديا وحيظل بطل، بطل التلفزيون حيظل بطل تلفزيون، بطل الإذاعة حيظل بطل إذاعة. فأنت لا تخربط، لأنه كل واحدة كل مهنة لها ميزاتها ولها طريقتها ولها أسلوبها. فما تأثر بشكل عام، لكن تتوزع المشاهدين عليها يعني، وحيصير تنافس يرفع العملية في النهاية. رفع العملية في التنافس جميل جدا. طيب الآن الجمعية بما أنها الآن متكون، هل لها علاقات في الجهات الثانية في الوسط؟ يعني بمعنى انه لها تعاونات مع مؤسسات سواء حكوميه او مؤسسات خاصة؟ شوف احنا غير تجاريه، احنا جهه غير تجاريه، الشركات لها علاقات، لكن احنا لنا علاقات مع الموازيه لنا في الوطن العربي، مع النقابات في مصر، مع النقابات في الاردن، مع النقابات في لبنان، في سوريا، في المغرب العربي، لنا اتفاقات وبروتوكولات معهم. لكن الشركات السعودية أعضاء عندنا، نسهل لهم أعمالهم هناك. يعني لو واحد يروح يصور في مصر نخاطب النقابة في مصر، بدل ما يدفع رسوم أجنبي بيصير يعامل معاملة المصري. في الأردن نفس الكلام، يعامل معاملة الأردن بدل ما يدفع رسوم أعلى، لأنهم بيأخذوا رسوم أعلى على النقابات على الشركات الأجنبية والمنتجين الأجانب. فعن طريقنا بيأخذ السعر العادي، تؤمن له تسهيلات في الفنادق، تسهيلات عن طريق النقابات اللي هناك بحكم ارتباطنا فيهم. إحنا ما نخاطب الفنادق ولا نخاطب الجهات اللي هناك، إنما يعني هم اللي خاطبوا. الدعم المادي تعتقد أنه كافي للجمعية؟ إحنا ما عندنا أي دعم مادي، ما عندنا أي دعم. من يوم تأسست الجمعية سمعنا عن الدعم المادي ولا شفناه. طيب تأهيل المنتج والممثل، هل انه نرى انه قادم الايام انه ممكن انه تكون في دورات مثلا؟ عندنا في دورات حنجهزها الان، بدينا نجهزها الان. في عندنا دورات عن وقعنا مع معهد هندي على موضوع الانيميشن، تدريب الانيميشن، والموضوع ماشي. وفي عندنا حيصير عندنا دورات تدريبيه في الموسيقى وفي الفتره القادمه. من يعني كنا ازمه كورونا هي اللي وقفتنا، لو بعد كورونا كان، لو تاخرت شوي كورونا كان شفت ازمه، والمدربين موجودين هنا وساكنين وما كنا شايفين يعني. فالمعاناه طيب موجوده. طيب حنا وكل سنه وانت طيب والمشاهدين على ابواب رمضان، ودراما رمضان دائما ما تشغل أذهاننا بحكم مثل ما ذكرت قبل شوي إنه قضية إنه المنتج والأعمال والتلفزيونات كلها أصبحت تتجه إلى رمضان. صح. إحنا الآن كأبو مشعل خلينا نقول يعني إيش رأيك في مثلاً دراما رمضان السعودية على المدى، ما نبي نقول البعيد، نقول على 10 سنوات؟ والله شوف خلنا أقول لك، يعني نرجع لنفس الكلام اللي قلناه قبل شوي، إنه أنت جبت لي منتجين على كيفك نقيتهم وقاعد تشتكي من أخطائهم. أول شيء في مشكلتين في التعميد. أنا لما بدي أعمدك وأكون مسؤول عنك بدي أعطيك فترة كافية. يعني في أحد المنتجين عمدوه العام الماضي لرمضان الماضي، رمضان اللي قبل الماضي، ورفض وأخذ التعميد وقال لرمضان اللي بعده، واشتغل سنة كاملة مرتاح وأنتج. إذا بتعمدني قبل بستين يوم من رمضان وتبيني أنتج وأعطيك ويكون العمل ما هو مسلوق، حقيقة مشكلة التعميد، مشكلة التعميد مشكلته مشكلة. إذا ما أعطيتني فترة كافية مشان أنتج وحاسبتني بعدين لا يصلح إنه الإعلان. يعني تيجي تقول لي والله أنت خربطت لي في الإنتاج، عمدني فترة كافية وحاسبني بعدين حساب كافي. إنما أنت تعطيني قبل 60 يوم، أنت مزنوق محتاج العمل وأنا مزنوق بدي أخلص وأسلمك، هذا كله ما يركب صح. يعني بعض الحلقات أنا أذكر كانت تتمنتج الساعة 12 الظهر تخلص مونتاجها ويروح يسلموها للتلفزيون مشان تنذاع الساعة 6 المغرب، بأي منطق؟ يعني أنت كتلفزيون مش حتقدر تراقبها، لو فيها عيب هندسي مش حتقدر تسويه، لو فيها عيب فني حيعدي عليك، لو فيها عيب رقابي حيعدي عليك. إذا أنت يعني أنت بتضغط حالك كتلفزيون وبتضغط المنتج معك وبتصير النتيجة سيئة إلك وله. إنما أعطيه فترة وحاسبه وراقبه وأرفض.
طيب لو مثلا خلنا نقول مثلا واحد مثلا مثلا واحد لديه نص، انا مثلا نص سيناريو نص وككاتب انا وهذا النص والسيناريو ما هو مرتبط في قضيه التعميد، لانه متى انا سلمت شركه الانتاج وشركة الإنتاج متى ما وصلها التعميد حتنفذ هذا نص معايا عمل إبداعي. الآن الشكوى حقيقة يعني كلها تدور حول قضية النص، قضية أحيانا السيناريو. خلنا من الموضوع الفني لأنه هذا أنا أتفق معك فيها، موضوع التعميد يعني هذه مشكلة إحنا عايشناها كثير. فما ردك يعني على الموضوع؟ شوف خلنا أقول لك، العمل الدرامي المهم يبدأ بالقصة. رمضان يعني. يعني لا خلنا رمضان وغير رمضان، العمل الدرامي يبدأ بالقصة. القصة يجب أن تكون بطل، إنما الفكرة تكون هي البطل، لا المفروض نجيب القصة وبعدين نبدأ نشتغل عليها. إنما أجيب فكرة وأبني عليها موضوع بتظل ضعيفة وبصير ألزق فيها أشياء مشان تكبر. يعني مثال، أنت لما بدك تروح تفصل بدلة، هل تجيب زر وتقول عايز أفصل بدلة للزر هذا، ولا بتجيب قماش مشان تفصل بدلة؟ نبدأ بالقصة. إحنا تركنا الكبير وبدأنا في الصغير، بدينا نجمع أفكار وهذا خطأ. المفروض النصوص تكون، والمفروض أنا في رأيي تكون في مكتبة نصوص إما عندنا أو عند التلفزيون، واللي يبي ينتج نقول هذه النصوص اللي من ينتجها شوفوها تفاهموا فيها. قدمتوا بالاقتراح هذا؟ قدمناه في واحدة من الدراسات. جل عندكم دراسات أنتم؟ أيوة عندنا مجموعة دراسات، وعندنا تحدث عملنا آخر دراسة الآن مع استلام الوزير الجديد وجاهز لنسلمه إياها، لكن لسه ما اجتمعنا معه لأنه جت الأزمة، استلم ما كمل أسبوع إلا بدأت أزمة كورونا عنده. إحنا قبل ما ننهي حوار أنا ودنا نسأل سؤالين. يعني أول شو سؤال بالنسبة للإنتاج الإذاعي، هذا لكم في دخل يعني؟ أيوة طبعا. وينه طيب؟ وينه موجود؟ شوف المشكلة الإنتاج الإذاعي موجود، وفي إنتاجات إذاعية جيدة سعودية على فكرة، هذه اللي ما حد انتبه لها، لأنه الإذاعة بعيدة عن الإعلان التجاري كانت ولا لها علاقة فيه، فظل الإنتاج الإذاعي ماخذ سياق معين وجيد لغويا وجيد أدبيا وجيد من ناحية ما حد انتبه له. الإذاعة السعودية لو انتبهتوا لها كل سنة بتأخذ جوائز عربية، جوائز على مستوى الوطن العربي كدراما وكتمثيل، الدراما السعودية في الإذاعة كانت جيدة جدا. احنا كنا نتكلم على التلفزيون لأن الناس تتكلم على التلفزيون كثير، لكن الإذاعة السعودية جيدة وناجحة وما عليها مشاكل ومسموعاتها عربيا ممتازة جدا. سؤالي الأخير يعني، وهذا هل ممكن أنه نرى مسلسل كعودة السويد يجمع كل الأبطال، وهذا يقول بمعنى آخر استشرافك لمستقبل الدراما السعودية؟ والله شوف عودة السويد يعني رغم أني أنا اشتغلت فيه وما كنت قابله ذيك الأيام مظبوط، لكن الشخص صاحب الفكرة اللي هو الشيخ وليد الإبراهيم في ذيك الفترة كان مدير آراء، وهو اللي أصر عليه وهو اللي كان يتابعه خطوة خطوة، فأعتقد ارجعوا للشخص هذا وبجهز لكم، لأنه الكم اللي جمع فيه أبطال مسلسل عودة السويد ما أعتقد فيه شركة بسهولة تقدر تجمعهم. بس ما كانوا كلهم يعني، عشان كذا أنا قاعد أقول لك شلالية شركة الإنتاج. لا لا, لا لا كلهم أبطال، من الطويان لخالد سامي لمحمد العلي الله يرحمه، لا ما في واحد إلا جابوه فيه. طيب كاستشراف هل ترى أنه إن شاء الله فيه؟ والله إن شاء الله. شوف على فكرة السعودية واعدة في الموضوع الإعلامي بدراما بصفة عامة. لا حيصير حيصير، لكن كيف ومتى يبغى لنا تأملنا مع وزارة الثقافة الآن، حيكون في موضوع هذا لابد يكون، لأن وزارة الثقافة عم تحاول تأخذ مواضيع الثقافية والإعلامية، فأعتقد تعاون وزارة الثقافة ووزارة الإعلام حيعطي نتيجة أكبر. مستشفى المستقبل؟ أي لا لا في 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 المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك وقتك. الله يخليك. شكرا لك. شرفتنا طبعا. الله يسلمك. وآسفين إذا كنا تعبنا. لا 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 ما تعبتوني أنتوا. الله يسلمك. لا حتتعبوا. مواضيع كثيرة. شكرا يا أبو مشعل. شكرا. الله يخليك. شكرا لك.